من شكر النعم الصلاة في الليل، وهذا من أعظم شكر النعم. فإن الله لما ذكر الصالحين قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أنه من قواعد الشرع أن الجزاء من جنس العمل، فأعمالنا الظاهرة التي يراها الناس ولا بد منها مثل الصلاة، الآن كلنا رأى الآخر يصلي، فهذه لها ثواب أخبر الله عنه، لها ثواب أخبر الله عنه. الله أخبر أن من نعيم الجنة أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء، فهذا أخبر الله عنه مقابل الشيء الذي يرى الآن. ترى عبادتي وأرى عبادتك، كلنا الآن لو مر علينا بماء أو سقاء لما شرب أحد، الكل صائم، هذا شيء ظاهر. فما هو ظاهر من العمل أظهر الله أجره، تبقى أعمال خفية، فالجزاء من جنس العمل. هذه الأعمال الخفية أخفى الله عز وجل أجرها. ومن أعظم الأعمال الخفية عبادة الليل، فإن الإنسان إذا قام يصلي لا يعلم عنه أحد، هذا الأصل، لا يدري أحد في الصباح إن كنت أنت سهرت على مباح أو سهرت على حرام، سهرت واقفا تصلي أو سهر غيرك على شيء آخر، لا يعلم الناس هذا. فلما أخفي العمل أخفي الأجر. فالله لما ذكر قيام الليل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل تتأكد في رمضان وتتأكد في العشر الأواخر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التمس في العشر الأواخر ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر لله الحمد محفوظ عند المسلمين، لكن المقصود ليس التعليم، وإنما المقصود أن يذكر بعضنا بعضا بالخير. فالإنسان يحافظ على صلاة العشاء جماعة ويؤدي ركعتي السنة، ثم يزدلف إلى الله جل وعلا بركعات، سواء كان في المسجد أو كان في البيت، كل بحسب حاله، كل بحسب قدرته، لكنه يوطن نفسه على عبادة الله، على الوقوف بين يدي الله، يستذكر قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين.